تخيل انك مت الان، ايش حيصير بعدها؟ هنتكلم اليوم عن حياة البرزخ للمؤمن. قبل ما نبدأ لازم نعرف انه البرزخ هي الحياة ما بعد الموت وما قبل الآخرة، حياة القبر. الان انتهى فعلك للعمل الصالح والذنوب، روحك خرجت من جسمك. اول ما تخرج الروح من الجسد، تخيل معايا حياة البرزخ الان. اول ما تخرج روحك من جسدك يكشف الغطاء، فتصير تشوف كل حاجة حرفيا. وهنا الله يطمئن المؤمنين برؤية الملائكة. تأتي الملائكة تاخذ روحك وتوديها للسماء السابعة. كل ما لك تطمئن انه كل حاجة جاية حتكون احسن واحسن. كل ما له ربنا يثبت قلبك زيادة على ما هو قادر، وهو السؤال المصيري. اول ما يدفن الجسد في القبر ارتد اليك روحه، فاول حاجة تأتيك ضمة القبر، ضمة لجميع الناس، وتكون على المؤمن ضمة خفيفة. بعدها تيجي المرحلة الثانية، سؤال الملكان، فيجيك ملكان أزرقان أسودان، وهذه اللحظة لو عديتها انت بعدها في نعيم. ويأتوا ليسألوك ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هو نبيه؟ ومن هون الموقف اللي حيصير في السؤال، الناس تنسى ايش تقول، ايش تتكلم، ما تعرف تقول ولا شيء. هنا يثبت الله المؤمنين بالقول الثابت. الملك لما يسأل المؤمن يقول له: من هو ربك؟ المؤمن يجاوب: ربي الله. من يقول له: من هو نبيك؟ المؤمن يجاوب بكل ثبات: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يجي يسأله: ما هو دينك؟ مؤمن وبكل ثبات: ديني الإسلام. بعد الجواب تيجي اللحظة الحاسمة، صوت يأتي من سابع السماوات من ربنا عز وجل يقول: صدق عبدي، وأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. هنا تأتي اللحظة المنتظرة في القبر، يتسع قبر المؤمن على مد بصره، يكون كأنه روضة من رياض الجنة، نلبس ملابس من الجنة. بعدها يجيك شخص جميل لابس أبيض بوجه جميل برائحة جميلة، يجي تسأله: من أنت؟ يجي يقول لك: أنا عملك الصالح، صلاتك، صيامك، ذكرك، قيامك. يجي يقول لك: حكون صاحبك ورفيقك في الفترة هذه كاملة في القبر إلى أن تقوم الساعة. بعدها ينفتح لك بابين، باب على النار وباب على الجنة. يقول لك: عملك الصالح، شفت النار هذه، لو كنت أشركت بالله في الدنيا يكون مصيرك هناك. ويروح يوريك الباب الثاني المطل على الجنة، تشوف قصور وأنهار وعيون ونخيل وما تشتهيه الأنفس. تأتيك ريح الجنة ورائحة الجنة، يجي يقول لك: هذا مكانك في الجنة. وقتها من كتر الحماس اللي شفته في الجنة تجي تقول: ربي أقيم الساعة، ربي أقيم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي، ربي أقيم الساعة. ويجي الرد يقول لك: لا، ليس الآن، نم كنومة العروس اللي ما يصحيها إلا أحب الناس إليها. سبحان الله.